اسامه، سوري يا كابتن اسامه، معلش. ثلاث أخوك ساعة. نقاط مستحقه وفوز كبير، اخوك عادي، وفوز كبير قبل بتكلم بقاله نص ساعه، قبل ماتش مهم زي ماتش الرجاء اللي حطوا لنا قبله ماتش سموحه. طبعا الف الف مبروك، ثلاث نقط مهمين جدا اللي رجعوك لصداره الدوري تاني. فيوتشر كان خد اليوم دوت او اليومين دولت كان 48 نقطة وانت 47 نقطة، انت وصلت نقطة 50 ولسه ليك ثلاث ماتشات. انت كده كده كنت هتوصل انك تبقى اول الدوري، ولكن ماتش من الماتشات المهمة، واحنا قلنا انه فاركو من الفرق الكويسة وخلاص قاعدين في الدوري مش خايفين على حاجة. انت الشوط الاولاني عملته كويس وجبت جونين والامور كانت في ايدك خالص. الشوط الثاني يمكن احنا اتكلمنا بين الشوطين كل يعني كلنا قلنا انه مفروض اللعيبه تحاول تحافظ على الموضوع ده، تحاول تجيب جون تالت بدري او حتى تحافظ بشكل كويس ما يوصلوش الناس للشناوي كتير. حصل تراخي كبير قوي في اول 20 دقيقه. الفتره دي فاركو اضاع فيها ما يقلش عن من 4 لـ5 أهداف، وكان قريب جدا ان يتعادل. احنا لما بنتكلم على الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه ده لا يقلل خالص من ان النادي الاهلي كسب 3-0 ونهى بشكل حلو في الدقيقه 97 بكره علي معلول اللي حلت الماتش اكتر، ان النتيجه بقت كبيره 3-0. بس احنا الخوف في ايه؟ انك انت قعدت حوالي 20 او 25 دقيقه كل هجمه على النادي الاهلي خطر. يعني واحده ديانج بدماغه كانت ماشيه جنب القائم كانت شكلها جون، واحده رزق حمرون شايطها جون، واحده واحد بكعبه جون. في بقى حصل ممكن تكون راحه، ممكن تكون تعب، ممكن ثقه ان انت كسبان 2-0. نتيجه الشوط الاول طمنتنا شويه، نتيجه الشوط الاولاني طمنتنا شويه. بس انت الماتشات مش كلها هتمشي على وتيره واحده، انت هتخش على ماتشات كبيره بعد كده زي الرجاء والكلام ده. يعني حتى لو انت جايب جون واحد لابد ان يبقى في شراسه وانت بتدافع على الهدف وكده، انه الموضوع ما يوصلش للشناوي بالطريقه دي. بقت في سهوله ان الناس توصل للشناوي، برضو واحده دي ماريا جوه ال 18 جوه الستة ياردة عملها برعونه جدا، لو وقفها يجيبها جون بسهوله. لكن ابتدى مستر كولر بعد حوالي 20 دقيقه يبتدي يعمل تغييرات عدلت الموضوع شويه، لما نزل مروان عطيه وعمرو السوليه في نص الملعب ابتدوا هما الاثنين مع ديانج ابتدوا يسيطروا تاني، يعيدوا السيطره تاني للنادي الاهلي. ورجع حمدي فتحي جنب متولي. ثم في الدقيقه 83 نزل خالد عبد الفتاح وكهربا وطلع طاهر وحسين الشحات ولعب 5-3-2. وهذا الاسلوب انت بتحتاجه في وقت. يعني هو عملها حتى في بيراميدز، بس احنا عشان الفرحه وكنا بنتكلم على الافراح وكده ما اتكلمناش انه عمل كده. اول مره مستر كولر، وانا اعتقد ان سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ ليهم دور في الموضوع ده لان هو ما كانش بيفكر في دي، يبتدي يلعب بثلاثه في العمق. احنا لما كنا بنتكلم على حمدي فتحي احنا كنا بنقول ايه؟ تملي مستر كولر مفكر في حمدي فتحي في الناحيه الهجوميه ومديله مهام هجوميه يكمل. وحتى كمان كان ساعات لما قفشه ما بيلعبش بيلعبه تقريبا 10 او بيلعبه قريب قوي من راس الحربه. الماتش بتاع بيراميدز والنهارده لما عمل تغيير الطاهر وحسين الشحات نازل خالد وكهربا لعب بخمسه ورا، وعملها في ماتش بيراميدز على فكره، الماتش اللي فات اللي خدنا فيه الكاس عملها. بقى خالد عبد الفتاح باك رايت وعلي معلول باك ليفت وثلاثه في العمق بالظبط اللي هو حمدي فتحي وهاني ومحمود متولي وديانج وحمدي فتحي وديانج ومروان عطيه في النص والسوليه يعتبر ثلاثه، وخلى شريف وكهربا هم اللي قدام. هو واضح انه في ماتش بيراميدز والنهارده عمل كده ليه؟ انا اعتقد ان هو بيرتب لماتشات افريقيا ان ممكن يحصل فيها كده، لان الشكل ده
قبل الماتشين دولت مستر كولر ما كانش بيلعب بيه خالص، اللي هو خمسة في العمق، احنا قلنا في اوقات في ماتشات معينة. فهو النهاردة لما لقى العملية ابتدت فاركو بيحاول يهاجم وبيحاول يعمل خطورة وبتاع، ابتدى يلعب بثلاثة في العمق، ولعب على هجمات مرتدة عن طريق شريف وكهربا، وفعلا نجح. وواحدة هاني طلع برضو فيها اللي هي جاب بيها ضربة الجزاء، وواحدة شريف راح بس يمكن بصها بالعرض مستعجل. فأنا أقصد أنه مستر كولر ابتدى يغير أحيانا في فترات معينة من اللقاءات عشان يحافظ، لأن احنا كنا بنقول إيه في ماتشات قبل كده، الأهلي بيهاجم 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 على طول، ما بتحفظش أحيانا، لكن في ماتشات في وقت معين هتعمل كده. لكن الشوط الثاني ما فيش شك انه حتى سامي قمصان لما طلع يتكلم، الشوط الثاني اقل كتير جدا من الشوط الاولاني. حتى هو سامي نفسه زي ما كابتن علاء قال وكابتن شريف، ان احنا الشوط الاولاني كان شكلنا افضل ويعتبر نهينا الماتش في الشوط الاولاني. الشوط الثاني كان في خطوره كبيره جدا على مرمى النادي الاهلي، يا اما ضاعت برعونه من لعيبه فاركو، يا اما شناوي متألق ومن نجوم المباراه النهارده. لكن انت قدرت تعيد السيطره شويه لما ابتدى يلعب مروان عطيه وديانج والسوليه في نص الملعب، وقدرت تجيب الهدف الثالث، وده كان مهم جدا. بس هو يمكن جه في الدقيقه 97، مش مشكله، كنا عايزينه بدري شويه، كنت ساعتها هتلاقي مقاومه فاركو بقت صفر، لكن انت جبته في الدقيقه 97 في حاجه كويسه برضو. فشكلنا كويس بانه الماتش انتهى 3، وكان مهم جدا انك انت تكسب النهارده وتعتلي الصداره، فمبروك للفرقه ان قدرت تكسب في الظروف دي. الحمد لله.